نتابعوها. شاكر معايا، تسمع فيا ما زلت؟ نسمع فيك ونسمع في سؤال سي علي. تحية ليك سي علي وسي عادل، أيضا مشكور على الحضور. سي علي، الحصة التدريبية حضرنا فيها 15 دقيقة، هي الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني التونسي. الملاعبية الكل شاف، وتقريبا تم تقسيم المجموعة على معناتها الملاعبية على زوز مجموعات. إلى حد الآن ما فماش ربما مع وضوح على مستوى الاختيارات الفنيه نتاع منظر الكبير. تعرف مازال زوز حصص تدريبيه غدوه وبعد غدوه قبل مباراه مالي نهار الاربعاء. غدوه يمكن تتبين شويه ربما الخطه اللي باش يختارها منظر الكبير، ولو انه كان نحبوا نسبوا شويه الاحداث ببعض المعطيات اللي استقيناها من المحيط نتاع المنتخب الوطني التونسي، انه منظر الكبير ماشي في اتجاه انه باش يلعب بثلاثه في المحور فاروق بن مصطفى تقريبا. هذا ناكد لك انه باش يكون هو الحارس الاول للمنتخب في المباراة الافتتاحية. بالنسبة للمحور واضح ثلاثة ملاعبية، ما تزيدش تسألني أكثر. خلي غدوة شاكر، يعني خلي غدوة خليها بالغدوة التشكيل. نحب نعطيك فقط بالضبط، احنا مش نعطيه في التشكيله، ولكن توجه هذا حسب ما يبدو من خلال الزوز حصص نتاع البارح واليوم. يعني أكيد شاكر الكنزاري، يعطيك الصحة على كل هذه المعلومات وهذه التوضيحات. إن شاء الله يعني ربي معاكم أنتوما وبعثة المنتخب وكذلك كل الزملاء الصحفيين المتواجدين في الكاميرون. شكرا ليك شاكر الكنزاري، حدثتنا مباشرة من الكاميرون.